السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أربع أنواع للاستهداف على الفيسبوك والإنستجرام والتويتر واللينكد إن، خليك معايا عشان تعرف تعملهم صح. ارحب الفكر تسامينا وسمت في الأفق مساعينا بالعلم سترقى أمة. إيه هما بقى الأربع أنواع للاستهداف؟ أول نوع اللي هو الاستهداف الديموغرافي، تاني نوع استهداف جغرافي. ده كلنا عارفين الديموغرافي اللي هو ايه، اللي هو بقى ايه السن، التعليم، الحاله الاجتماعيه، مستوى الدخل وهكذا. الجغرافي اللي هو اللوكيشن، المكان اللي انت هتعمل فيه الحمله بتاعتك. طيب ثالث حاجه بقى الاستهداف العقلي. العقلي يعني ايه؟ الابروتش، ايه الدخله اللي انا هدخلها على العمل. الاستهداف العقلي يا جماعه لازم بشتغل فيها على اكتر من جزئيه. عندي 3 جزئيات ممكن اشتغل عليهم في الاستهداف العقلي. اول حاجه الجينز، تاني حاجه البينز، تالت حاجه what customers do. يعني ايه الجينز والبينز وات كاستمرز دو؟ الجينز يعني ايه؟ المكاسب اللي العميل بيحصل عليها لما يشتري المنتج او الخدمه بتاعته. مثلا انا ببيع دوره تصوير الكتروني، فهنقول والله لو دخلت مثلا مع محمود سعيد في دوره تصوير الكتروني هتتعلم بنفسك ازاي تعمل حملات السناب شات والانستجرام والتويتر والفيسبوك، هتتعلم ازاي تحقق افضل نتائج باقل اسعار وهكذا. دي كلها جينز اللي انت حاجات هتحصل عليها كواحد بيشتري خدمه من عندي اللي هي خدمه دورات تسويق الكتروني. طيب البينز بقى المشاكل والحاجات اللي العميل بيعاني منها. عندنا مثلا مشكله قفل الحسابات، كل شويه ناس تعمل اكونت وحسابه يتقفل. عندنا مثلا مشكله ثانيه ان الراجل بيصرف كتير بس ما بيلاقيش مردود. عندنا مثلا مشكله ثالثه، مشكله ان هو بيتعب قبل ما يطلع الحمله. ليه؟ مثلا بيتعامل مع ديزاينر، بيتعامل مع مصمم مواقع، بيتعامل مع كذا، فعشان يعمل الحاجات دي كلها بتاخد منه وقت. وممكن اقول له والله ان شاء الله ان الحل ده عندي انا اللي بعمل لك التصميم، انا اللي بعمل لك الحمله، انا اللي بنجيب لك ان شاء الله تكلفه قليله ونتيجه مناسبه وهكذا. يبقى انت ممكن تشتغل تلعب على الجينز في الاعلان بتاعك، او ممكن تلعب على البينز، او ممكن تلعب وات كاستمرز دو. وات كاستمرز دو يعني العميل بيعمل ايه؟ يعني مثلا بيعمل 1 2 3 4 وهكذا. اي عميل مننا عشان يشتري منتج او خدمه في حاجات معينه بيعملها، فانت بتلعب على قلبه. تقول له مثلا انت مثلا بتعمل حملات بنفسك، انت مثلا بقالك 3 4 سنين شغال لوحدك وعايز مثلا حد يشيل الحمل عنك في حملات التسويق الالكتروني، احنا مثلا موجودين، او تعالى اتعلم معانا بنفسك الحاجات دي وهكذا. فانت ممكن تشتغل على 3 حاجات دول. وات كاستمر سو، اي كاستمر لما يشتري منتج او خدمه في حاجات معينه بيعملها. لو انت الحاجات دي ذكرتها في الاعلان بتاعك انت هتشد العميل هو يتعامل معاك. او ممكن تلعب على البينز اللي هي المشاكل والالام اللي العميل بيمر بيها عشان يشتري منتج او خدمه، او ممكن تلعب على الجينز الحاجات اللي العميل بيحصل عليها. اول حاجه استهداف ديموغرافي، ثاني حاجه استهداف جغرافي، ثالث حاجه استهداف عقلي، ورابع حاجه بقى استهداف سلوكي. استهداف سلوكي، حد يعرف يعني ايه استهداف سلوكي؟ طب حد يعرف يعني بيهيفير؟ كنت حاضر دوره مع مهندس احمد صبري، ومن الناس صراحه المحترمه اللي الواحد اتشرف ان هو اتعلم على ايده. فبشمهندس احمد صبري كان حكى ان كان ليه زميل دوت هو ماسك فرع مرسيدس في احد فروع القاهره. فالبشمهندس راح لزميله وقعد معاه وقال له ازيك يا ابو حميد، عامل ايه، اخبارك، طمنا عليك كده. فقعد معاه في الفرع. طبعا انتوا عارفين فرع مرسيدس الخدمه عامله ازاي والمكان عامل ازاي. فالباشمهندس قعد بقى يدردش معاه وشرب معاه كوبايه الشاي وكده. فجه راجل فخم لابس بدله محترمه جدا، لابس ساعه غاليه وجزمه وهيبه كده، منظره كده من بره وزير او سفير او رجل اعمال كبير جدا. فالمهم مدير الفرع باشمهندس احمد كان قاعد معاه نفض له، لم يعيروا اي اهتمام. فالبشمهندس احمد استغرب وكملوا النقاش بتاعهم، والراجل دوت قعد 5 10 دقائق، راح جاي خرج من الفرع. بعدها بشويه
في راجل جه الفرع ومعاه ست. اول لما مدير الفرع شافهم قام وقف على طول وقال له بعد اذنك يا باشمهندس احمد 5 دقايق وهجي لك تاني. راح قعد بيشوا مع بعض وبعدين مضوا على شويه ورق. بعد كده مدير الفرع بتاع مرسيدس رجع تاني قعد مع مهندس احمد. فمهندس احمد استغرب قال له يا محمد عايز اسالك، يعني انت اول مره الراجل اللي هو منظره سفير ولا وزير ده انت لاول ما دخل انت ما اهتمتش بيه ولا اي حاجه، وبعد كده الراجل اللي جه هو وزوجته اهتميت بيه جدا. فقال له جمله عجب يعني، قال له يا احمد محدش بيشتري عربيه في مصر الا ومعاه المدام. ده سلوك الناس مثلا في مصر ما بيشتريش العربيه الا ومعاه زوجته، لان زوجته طبعا هتركب العربيه كتير وهكذا، فهي لازم الزوج يسمع راي زوجته، ودي ثقافه الناس في البلد او في المكان ده. فمهم جدا تكون فاهم السلوكيات بتاعت العميل، فاهم السلوكيات بتاعت الصناعه ديت، فاهم سلوكيات المنطقه او البلد اللي انت بعيش فيها. يعني مثلا في اوروبا مثلا او في امريكا ممكن تلاقي مثلا دكتور جامعي بيحتفل مع الطلبه، وتلاقي مثلا الطالب ماسك التورته وبيرميها في وش الدكتور. طب احنا مثلا عندنا كمسلمين وعرب لا، عندنا ايه؟ قم للمعلم وفيه التبجيره كاد المعلم ان يكون رسولا. فلازم تكون فاهم الثقافه جدا. يعني مثلا في الهند تقريبا ان انت لو قلت كده يعني لا. طب احنا لو قلنا لا يعني كده. فلازم تكون فاهم الثقافه وفاهم السلوكيات بتاعت البلد اللي انت هتعمل فيها الاعلان، عشان اعلانك باذن الله يجيب لك افضل نتائج ممكن. يبقى كده عندنا يا جماعه 4 انواع الاستهدافات على منصات مواقع التواصل الاجتماعي. اول حاجه الاستهداف الديموغرافي، ثاني حاجه الاستهداف الجغرافي، ثالث حاجه الاستهداف العقلي، رابع حاجه الاستهداف السلوكي. اتمنى يا جماعه الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب وتفعلوا الجرس عشان يوصل لكم جديد القناه اول باول. سلام عليكم. لا تقل لي وحدي او كيف السبيل، انت بالتحدي تصنع